السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أحبائي الأعزاء، نتمنى تكونوا كلكم على خير وفي خير. واليوم ما شاء الله غادي نشارك معكم واحد كيكة اللي سهلة وكتحضر غير في الكوكوت. كنجدد السلام اخواتي اخواني، نتمنى تكونوا على خير وبخير. اليوم ما شاء الله غادي نشارك معكم واحد كيكه ديال الكوكوت اللي حتى هي بسيطه كيف ما عودتكم، كنجي لكم غير المقادير بسيطه. نتمنى تنال الاعجاب ديالكم. اول حاجه غادي نحتاجو هما خمسة ديال البيضات، غادي نحتاجو خمسة ديال البيضات، غادي نحتاجو كاس ديال الليمون، كاس ديال السكر، كاس ديال الزيت، وثلاثه ديال الخمارات حمر وخماره ديال السكر فاني. اول حاجه غادي نقومو غادي نهرس البيض، المهم غادي نقومو بوضع البيض. ممكن تعملو اربعه البيضات، ممكن تعملو خمسه، ممكن المهم كيبقى على حسب الاختيار ديالكم، حيت انا عندي هنا البيض ستيت وداكشي علاش عملت خمسه. المهم بعد ما طربنا البيض غادي نضيفو سكر فاني، هاد اللحظة غادي نضيفو كاس ديال السنيدة، دابا حتى اللي ما عندهاش الفران ما تعدلش على كيكه، غير توكل على الله كتعمل لنا كيكه. من بعد غادي نضيف كاس ديال الليمون، ها هو عندي معصر عصرته قبل، غادي نضيف كاس ديال الزيت، كل المكونات من بعد نضيف الدقيق، المهم بعد ضعت شويه ديال الدقيق غادي نوضع فوق منه ثلاثة ديال الخمارات، غادي نحاول نخلط دابا الخليط غير بشوية. ميت نزج لي الخليط عاد غادي نزيد الطحين، عاد غنزيد الدقيق، المهم غادي نبقى نضيف الدقيق شوية شوية. ما خصناش كيكة تكون ثقيلة بزاف وما تكونش خفيفة بزاف، صافي بركة. دابا نخلي مهم بعد ما خلطنا غادي نوضعوها في الكوكوت. قبل انا بغيتها تكون مفتوحه في الوسط، غادي نوضع كاس في وسط الكوكوت، غادي نوضع كاس في وسط الكوكوت وغادي نكب عليه الخليط. انا وضعتها الان في الكوكوت وعلى نحطها نسد عليها وغادي نحطها على عافيه مهيله غير هي الكوكوت، ما غاديش نعمل لها الصفاره الوقت. الله اكبر كبيره. المهم انا وضعت دابا الخليط في الكوكوت، غادي نسد الكوكوت وما غاديش نعمل له الصفاره الوقت اللي غادي تطلع داك النص غادي نعرف كيكه طابت. المهم انا غادي نمشي معكم مرحله بمرحله، الا ما بغيناش نعملوا لها الفتحه في الوسط بلا ما نديروا نحيدوا الكاس، يعني الا بغيناها عاديه.
المهم انا سديت دابا الكركوت، ما غاديش نعمل الصفاره، غادي نخليها مي تبدا تطلع لي النفس راه صافي غنعرف ديك الكيكه ديالنا طابت. غير هي العافيه تكون مهيله، يعني العافيه تكون قليله بزاف. ان شاء الله نرجع لكم بعد ما طيب. المهم انا الان غادي نحضر السيرو اللي غادي نسقي به. عملت هنايا كاس ديال الليمون وعملت جوج معالق ديال السكر. دابا غادي نوضع جوج معالق ديال المايزينا، نحاول نحط. دابا غادي نوضع مايزينا مهم. ها هو الخليط ديالنا اختار. صافي غادي نطفي دابا البوطه، غادي نوضعوه في وسط الكيكه. دابا غادي نوضع اللوز ايفيلي في الكيك، راح كيجي واحد المذاق مزيون، غير حاولوا تجربوه ان شاء الله غادي تنال الاعجاب ديالكم. المهم انا غادي نكمل التزيين وغادي نرجع عندكم ان شاء الله. من بعد ما وجدت كيكه غادي نقطعوها. الصراحه واحد الريحه كتطلع زوينه بزاف ديال الليمون. تبارك الله حتى السمك يعني ما كتجيش مدقصه في خاطر، كتجي مزيونه. غير جربوها ما غاديش تندم. وما تنساوش تردوا عليا الخبر في التعليق يعني كي جاتكم هاد الكيكه. وما تنساوش الناس اللي مازال ما اشتركوا يشتركوا في القناه، وما تنساونيش كذلك في جيم. انتظروني في الجزء الثاني ان شاء الله.